حبيبتي امور النفاق ما تفادلكش. انا كخمات كناش رات الاخبار كيف مع سيليا ناويل كيف عندنا وكلهم يحبوا نجي نخطبهم فهمت عليه خلص في 300 حبوا يتهنوا. سمعت اصحابك قالوا تلوج على الزعتر انت في ثنيه من نصبه لنصبه، اش فما حكيتك انت والزعتر؟ لا لا مش لوج على الزعتر، مقطوع الزعتر مقطوع. علاش مقطوع الزعتر؟ خويا استعملوه الصحاح تو استعملوه في البحر تو والله. انت ما مشيت معنا طفله للبحر جابت عامله زيت نتاع الزعتر تدهن بيه تدهن بيه وليتي نهار كامل تلوج على الزعتر وهي تدهن بيه. قالوا لي ما خلى امشي للبرشلونه امشي للاسواق الكل لو على الزعتر شنو هو فوائد الزعتر؟ من غير ما نقول لك فوائد بتاعه اخي. لا لا قول قول فوائد الزعتر باش تزعتر. اي تنجم تقول. احكي لنا على احكي لنا شنو تحب تعمل به الزعتر؟ راني نزعتر انا وصاحبتي وديما نزعتر وهي تزعترني وانا نزعترها. زعتر يتزعتر منها شويه ايطاليا شويه روما شويه فهمت؟ يتزعتر البرة هو. يتزعتر لبرا صحيح. وانت قعدت تزعتر انت وصاحبتك في تونس؟ اي انا وصاحبتي في تونس قعدنا نزعتر، تو ماشي نتزعتر في سيدي بوسعيد. مش شيلي عليكم يا اخي. مش شيلي عليكم. والله يحبوا الشيلي. يموتوا على الشيلي. كليب نتاع الشيلي. والله يهبلوك شيلي. اقسم بالله. تو العباد ولت تحبك وتجري وراك على الزعتر وتسهل فيك على الزعتر. حبيت هي ديما تحبني حد يا ولدي انا. عليه؟ عليه شنو ناقصك؟ عليه ايش ناقصك معناتها تحب؟ ما يحبني حد خاطرك صريحة ديالك صريح صحيح يحبوش الصراحة يحبوا النفاق منافقين هذوما راه قسما بالله منافقين درجة أولى. وين الدور ترقى الانتوراج نتاع النفاق في حياتك في قراية في خدمة في أي بلاصة؟ برشا نفاق أقسم بالله. أبسط حاجة صاحبتك الزعتارة تنافق؟ صاحبتي أمور نفاق ما تفادلكش. أموري عرفتك هاني خارجة تشاور فيك هاني خارجة فهمت ليه ما تخرجش بعد تخرج هكا عرفتها هاني ماشي للتواليت تسأل فيها هاني ماشي للتواليت زعما هي مش تمشي للتواليت تسأل فيك حبي نمشي للتواليت ايه حبي نمشي للتواليت هكا ولا أنا مش نشد عليك التواليت مش نسكر عليك الباب معناتها أقسم بالله هادي طرائف بالرسمي طرائف مش عادية في تونس والله ولا العظيم طرائف مش عادية معناتها على عمرك تحطب طفلة تحطب طفلة من تونس العاصمة ديما كي خميس ببطان تعرفي خميس ببطان أنا كي خميس ببطان كناش رات الأخبار كيف مع سيليا ناويل كيف عندنا وكلهم يحبوا نجي نخطبهم فهمتش عليه أمي تعرف طفلة معناتها بالوقت تقول لك كيجي خطبني أقسم بالله فما واحدة من تونس عرفتها أقسم بالله ها كلهم يحبوا يعرسوا ويتهن سيليا أنا من القروين من أدري شنو ها كلها تحب تتهن تحب تتهنى معاك أنت عارف كلها تحب تتهنى معايا أنا شوفوا فيك وجه هنا يظهر نخلص ب 300 حبوا يتهنوا إيه توا ماشي للحرب تفش عليه 5000 دينار هذه دينار وباش نكحها بكاسكروت وجازوزة وجونا به جو كبير جو احلى جو معناتها اللي يجيك اليوم تصرفه في اليوم معناتها تو التونسي ما عادش ينجم يخبي فلوس شنو ما عادش ينجم يخبي فلوس ما عادش ينجم يخبي فلوس لنهار اخر فما فلوس شنو باش تخبي بالله تصور انت تخلص 300 قلت لي 300 تصرفها في نهار تصرف في جمعه في جمعه مش في نهار في جمعه 300 باش تصرف تو تصرف على صاحبتك ولا ما تصرفش؟ ما هذه صاحبتي والزعتارة اللي معاه الزعتارة هذيك أمور مصروف ما تفادلكش أما هي اللي تصرف أما هي اللي تصرف أي والله هي يرحم والديها.